وينضم معنا من اسطنبول الدكتور عبد الله الأسعد، المحلل العسكري والسياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، اليوم شهد تظاهرات في مختلف مناطق المعارضة لإيقاف القصف على إدلب، كيف أسهم النظام في هذه الموجات من النزوح الجديدة التي تريد العبور لتركيا وأوروبا؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. حياك الله. في الواقع طبعا النظام لا يأبه بالشعب السوري منذ بداية الأحداث من عام 2011. في الواقع النظام يعتمد على العمل العسكري، النظام طبعا مع الروس والميليشيات الداعمة له وشبيحته قاموا برسم خطة حربية عملياتية من أجل السيطرة على ريف حماة الشمالي، ولاحظنا طبعا يعني معتمدا على القصف الجوي الروسي الكثيف، وطبعا على الرغم من قلة العدد الموجود لديه من القوى البشرية يعوض ذلك في سياسة الأرض المحروقة، تقوم القوات بالتمهيد ومن ثم التقدم. يعني ربما بعض الأحيان يعني يكون في اشتباك هناك، يعني مسافة ما نسميه العملية القريبة في أنواع الأعمال الهجومية عندما ينفذ يعني عمليات استطلاع قتالي يوقع به بعض من الخسائر، وفي العمليات التي سبقت في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي يعني حوالي 500 قتيل من قواته نتيجة عمليات الاستطلاع القتالية. أما عملية الهجوم التي يعتمد عليها فهي طبعا تعتمد على الأرض المحروقة، هذا يؤدي إلى طبعا موجات نزوح كبيرة جدا، وما شاهدناه اليوم مثلا لم تعد هناك مساكن يأوي إليها النازحون الذين ذهبوا باتجاه الحدود السورية التركية، فلذلك يعني أدى إلى هذا الانفجار السكاني، لأن الموجودين ضمن هذه المنطقة هم من المهجرين للمرة الثانية، من جاءوا من درعا وجاءوا من الغوطة والقلمون. طيب. وريف حمص الشمالي، فلذلك يعني أصبحت يعني كارثة إنسانية تنذر يعني بفعلا نكرة لا تحمد عقباها بالكامل. أمام هذا الضغط الشعبي، إلى أي مدى يمكن أن يصدق السوريين إعلام موسكو هدنة من طرف واحد في إدلب، وما المطلوب كي لا يقعوا في الفخ؟ يعني في الواقع هو الإجابة من ضمن ما تحدثت به عندما قلت بأن الهدنة من جانب واحد. طبعا الهدنة من جانب واحد طبعا هذه ليست هدنة، طبعا هذه إعادة تحضير لمعركة جديدة. المعركة الأولى انتهت المرحلة النهائية والسيطرة على خان شيخون بما يسمى المهمة النهائية للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي معرة النعمان، معرة النعمان والتي هي تعتبر مفتاح إدلب. هذه المنطقة هي فعلا مفتاح إدلب ومنطقة كبيرة جدا، وفي الواقع إذا يعني تحدثنا بمنطق عسكري الثوار الموجودين في هذه المنطقة والفصائل غير قادرين على الدفاع عن هذه المدينة التي الآن يعني أخريت من سكانها بالكامل. هؤلاء السكان لا يجوز مكانا إلا العراء وإلا أشجار الزيتون والذهاب باتجاه طبعا الحدود السورية التركية. هم ليسوا فقط يعني ذهبوا من أجل تركيا، تركيا على مدى 8 سنوات في الواقع احتضنت الشعب السوري، وإنما هذه لكي تنذر العالم بالكامل أن المشكلة السورية ليست بحاجة لا لحسم عسكري ولا لحسم سياسي، هي الآن أصبحت بحاجة إلى موقف إنساني. طيب. من المجتمع الدولي كي ينظر في أحوال هؤلاء 4 مليون والذي سيزدادون أكثر فأكثر ويصبح ربما يصلون إلى 5 مليون شخص في المناطق المحررة. رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة قال إن محاولات النظام للسيطرة على إدلب تفتح المجال أمام صراع مسلح طويل قد يمتد ل10 سنوات على الأقل، هل سوريا تسير حقا في هذا الاتجاه؟ طبعا يعني إذا لم تكن طبعا إذا لم يكن هذا النظام طبعا النظام يعني وهو ليس نظام عبارة عن ميليشيات، يعني هي عبارة عن يعني بندقية مأجورة. ما يفعله نظام الأسد بشعبه الآن يعني هو عبارة عن يعني من ينفذ خطة طبعا خطة إيرانية بحتة من أجل تغيير ديموغرافي للمنطقة، من أجل يعني إعادة توطين هؤلاء الذين طبعا يقاتلون معه، وهذه خطة مدروسة من قبل أن تبدأ الثورة بتهجير المنطقة، خطط لها بإعادة توطين كل الميليشيات الشيعية التي موجودة على الأرض
الإيرانية سواء من الأفغان الذين نزحوا من الحرب أو من العراقيين أو من حزب الله اللبناني، توطينهم مكان الشعب السوري. وطبعا يعني هذا واقع، أصبح الشعب السوري لا يقل الآن عن 10 مليون مشرد في لبنان والأردن والعراق وأوروبا وكندا، فلن تهدأ المنطقة، بالفعل لن تهدأ المنطقة، وهم يخططون لها طبعا الإيرانيون بأن تكون هذه المنطقة كما هي العراق، يعني فوضى عارمة تلف سوريا كما لفت العراق في السابق، لكي تبقى إيران هي المتحكمة في سوريا. في مقابل هذه التوترات والمجازر المستمرة في إدلب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن الوضع لا يبشر بخير، هل هذا يعني إعلان انهيار اتفاق سوتشي بشكل غير مباشر وسط استمرار إرسال تعزيزات تركية؟ هل يمكن أن تنقلب المعادلة عفوا؟ يعني هو انهيار اتفاق سوتشي انهار من يعني هذه ليس المنطقة الآمنة الأولى، هذه المنطقة الآمنة الرابعة التي طبعا يعني كانت يعني يتم الاتفاق عليها أو التي تم الاتفاق عليها في الأستانات. وطبعا الروس يعني الروس كاذبون بكل معنى الكلمة، وهذا طبعا ما نقوله نحن بشكل دائم، الروس لا أحد لهم ولا ذمة. الآن يعني هناك إثباتات ما حصل في الجنوب السوري، حوالي 80 ضابط موجودين الآن في سجن صيدنايا، تعهدوا لهم الروس بأنهم لا يذهبوا باتجاه الشمال السوري، وعندما تمت عملية المصالحة تم اعتقال 80 ضابط وحولوا الآن إلى سجن صيدنايا، وعلى رأسهم العميد الطيار موسى الزعبي والعميد محسن قلعزة والعقيد ممدوح رفاعي وآخرون، الآن هم في سجن صيدنايا. الروس مصممين، يعني الروس طبعا لهم تاريخ أسود في تدمير مدن غروزني وناغورني كاراباخ الشيشان، الآن قرى فعلا مسحت عن الأرض، لم تعد هناك يعني بيوت في هذه القرى، مسحت عن الأرض، لم يعد يستطيع سكان أن يعودوا إليها. الروس هم يعني عبارة عن هؤلاء هم يعني تتر العصر الذي طبعا يعيثون فسادا في سوريا. وطبعا إذا لم يستطيع أحد أن يوقف روسيا عن حدها، الحقد الروسي الدفين والحقد الأسدي والإيراني على الشعب السوري طبعا هو نتيجة ما يجري الآن، ويعامل الآن الشعب السوري يعني باضطهاد طائفي ممنهج، وهذا يعني يخالف قانون حقوق الإنسان في المادة الثانية من القانون الأساسي لحقوق الإنسان لعام 1948، ويجب أن يعي المجتمع الدولي بأن المشكلة السورية تحتاج الآن إلى موقف إنساني يعود يعني يقوم على إعادة هؤلاء إلى بيوتهم وما تبقى منها. في ظل هذه التطورات كيف تأقلمت المعارضة المسلحة مع الوضع الراهن؟ لماذا تضيع البوصلة عن البحث عن مشروع أو تضيع البوصلة عن البحث عن مشروع وطني لتحرير سوريا أمام هذه الحشود الإيرانية التي تتأهب حاليا أمام معرة النعمان وبلدات أخرى في ريف إدلب؟ يعني الفصائل المسلحة طبعا ليس تأقلم، يعني لأن تعرف هي طبعا يعني بشكل واضح، يعني إذا ما جئنا وفرزنا يعني القوى والوساط الموجودة على الأرض نجد أن ميليشيات الأسد والإيرانيين والروس يعني بكل صراحة هم مع نظام الأسد. الفصائل يعني لا أحد يوجد مع الفصائل لا دعما ولا تسليحا ولا لوجستيا، كل ما يوجد مع الفصائل طبعا هو نتيجة مثلا معارك سابقة واغتنام وغيره، وعندما كانت الموق موجودة كانوا طبعا يدعمون، الآن العنصر أو الفصيل الذي تدمر به دبابة أو يدمر به ميدال لا يكون هناك استعواض لهذه الفصائل، فهي طبعا يعني تأقلمت يعني مغلوبا على أمرها، لأنه طبعا 127 دولة قالت نحن أصدقاء سوريا، قاموا فتحوا غرفة عمليات لصالح الشعب السوري، ومن ثم طبعا تم نشف هذا الموضوع ووصلوا الشعب السوري إلى منتصف الطريق وقطعوا الحبل بهذا يعني الدعم الذي كانوا قد يعني هم بدأوه في البداية. وطبعا الحق هنا على أصدقاء سوريا، ما أسموا أنفسهم، هم أسموا أنفسهم بأنهم أصدقاء سوريا، في الواقع تفضل. الدكتور عبد الله الأسعد المحلل العسكري والسياسي كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.